بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا في موضوع الكم سيستم ديزاين. محاضره رقم 5 هنتكلم عن اللودنج راك بروتكشن. اللودنج راك دي اللي هي بتبقى مظلات الشحن اللي بتلم فيها شحن العربيات اللي بتنقل المواد البتروليه، بتلم فيها شحن العربيات دي للماده المطلوبه في مظلات عن نفس الشكل اللي في الصوره ده كده. ساعات ما بيبقاش في المظله اللي فوق، بتبقى مظله بس تحت كده فوق العربيه بس. فهو ده شكل المظله اللي احنا هنتكلم عليه. الموضوع ده ملوش علاقة بمحطات البنزين، يعني ده حاجة ومحطات البنزين حاجة تانية. أول حاجة عندنا طريقتين أساسيتين نقدر نحسب أو نقدر نحمي بيهم المظلات الشحن. أول حاجة ممكن إحنا نستخدم رشاشات مياه. رشاشات المياه دي بس بتبقى معاها سيستم فومي، يبقى رشاشات مياه رغوية بتتسبك في السقف بتاع المظلة. في بعض الأحيان بنضطر إن احنا نزود حاجة اسمها جراوند سويب نوزل، دي وظيفتها إن هي تحمي المنطقة اللي تحت الشاحنة اللي احنا بنقوم بشحنها بالمواد البترولية. الطريقة التانية إن احنا ممكن نستخدم فوم مونيتور أو نستخدم خراطيم فوم يدوية. في الطبيعي إن المفروض مظلات الشحن دي بتكون محاطة بدايت اريا صغيرة كده، بحيث إن هي تحتوي السائل لو حصل أي تسريب جواها، أو ساعات بيبقى في نظام صرف حوالين الجسم بتاع اللودنج راك. فدي بتبقى المنطقة اللي احنا بناخدها نحميها. طب لو انا ما عنديش دايك اريا او عندي نظام صرف، فبتبقى المنطقة اللي تحت المظلة بعتبرها هي المنطقة الخطر اللي انا المفروض احميها. طب ممكن يبقى الشاحنة اللي عندي طولها اكبر من طول المظلة، في الحالة دي بزود الجزء اللي بتبقى فيه طول الشاحنة بره المظلة، بزوده معايا في الحسابات في المنطقة التصميمية اللي انا هحسب عليها. هنتكلم اول حاجة عن الحماية بسيستم الفوم موتر سبرينكلر سيستم. يجب ان احنا نصمم نظام رشاشات المياه الرغوية دي لحماية منطقة المظلة ومنطقة الشاحنات الطويلة، ولو زي ما قلنا لو الشاحنة اطول من المظلة، منطقة المضخات والعدادات، واي منطقة اخرى مرتبطة بعمليات الشحن والتفليح. ممكن ان احنا نستخدم رشاشات مياه رغوية باستخدام، ممكن احنا نستخدم رشاشات اسبريتنج او نون اسبريتنج، يعني ممكن نستخدم رشاشات عادية، ممكن نستخدم رشاشات اللي هي الاير سبريتنج فوم ووتر سبرينكلر سيستم. عشان نصمم نظام رشاشات مياه رغوية لمظلات الشحن، الابلكيشن ريت عندي المفروض لا يقل عن 16 من 100 GPM لكل فيت سكوير. زمن التفليل لا يقل عن 10 دقايق. الرشاش الواحد عندي بيغطي مساحة 100 قدم اللي هو تقريبا 9.3 متر مربع، ويكون اقل فلو ريت للرشاش عندنا 16 GPM، على اساس ان احنا هنضرب الدنسيتي في الاريا او بوينت اللي هو 16 من 100 في ال 100 قدم يديني 16 GPM. ان اف اي مش محدده اي ريجوليشن لطريقه تركيب الجراوند سويب نوزل، بس في العاده بيتم استخدام 2 نوزل في كل باكيه. بيتم وضع واحده عند العجله الخلفيه للسياره الشحن، وواحده عند العجله الاماميه، وتبقى متوجهه ان هي تفرغ الفوم تحت الخزان بتاع الشاحن. ما بناخدهاش في حسابات الابلكيشن ريت واحنا بنحسب الابلكيشن، بنحسب الفلو الخاص بالسبرينج. عشان اعمل ديزاين باستخدام الفوم موتر سبرينكلر سيستم، اول حاجه مفروض ان انا اعرف ايه الطيب نوع والحجم الهازارد اللي انا هقوم بحمايته. بعد كده ان انا احدد الابلكيشن ريت اللي انا هستخدمها. بعد كده نحسب عدد الرشاشات. بعد كده نحدد هنحتاج جراوند سويب نوزل ولا لا، وكمياتها قد ايه. بعد كده نحسب التوتال سيستم ديسشارج فلو ريت، ونحسب الووتر كميه المايه اللي احنا هنحتاجها، الووتر ريكويرمنت. بعد كده نحسب الديسشارج تايم اللي انا هصمم السيستم بتاعي عليه. بعد كده نحسب كميه الفوم اللي هنحتاجها طبقا ليه الكونسنتريت اللي انا هستخدمها. وبعد كده نحدد مقاس ونوع البروبوشنال اللي انا هستخدمه اللي هو خلاط الفوم. عندنا مثال الهازارد تايب هو 4-way لودنج راك، يعني لودنج راك عباره عن 4 باكيات، الاريا بتاعتها 45 فيت في 90 فيت. السيستم اللي هنستخدمه ديليوج فوم ووتر سبرينكلر سيستم. عدد الجزر يعني 3، ده حجم المظله 43 فيت في 85 فيت. الفيول تايب المستخدم هو الجازولين.
اول حاجه نعرف ايه الهازارد تايب والسايز بتاعه. عندنا الهازارد تايب زي ما قلنا 4 بي لودنج راك، الاريا 45 في 90 فيت، 3 جزر، حجم المظله 43 في 85 فيت، الفول تايب جازولين. بعد كده نشوف الابلكيشن فلوريت اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه نحسب الاريا اللي عندنا، هنبدا 45 في 90 فيت تدينا 4050 فيت، هنضرب ال 4050 فيت دي في 16 جي بي ام يديني ان انا محتاج 648 جي بي ام، وده كده يعتبر الفوم سوليوشن، يعني ده فوم مع ميه. بعد كده عشان احسب عدد السبرينكلر هقسم ال 4050 فيت دي على ال 100، يطلع لي تقريبا 41 سبرينكلر. بعد كده نشوف هنحتاج كام جراوند سويب نوزل. هيبقى لكل باكية هنحتاج اثنين، فهنضرب الاثنين في الاربعة نحتاج 8 جراوند سويب نوزل. بعد كده نحسب توتال سيستم ديسشارج فلو ريت. المفروض ان احنا هنحسبها طبقا للهيدروليك كالكوليشن، بس ممكن نحسبها ماني، ولا احنا هنقسم، هنجيب الفلو ريت للرشاش الواحد اللي احنا قلنا 16 جي بي ام عن طريق ان احنا ضربنا الدنستي ل 16 من 100 في ال 100 اللي هي الماكسيموم بتاع الرشاش، الداتا 16 جي بي ام للرشاش، نضربهم في 41 يطلع عندنا فلو ريت الرشاشات 656. عشان نجيب الجراوند سويب نوزل هنضرب 16 جي بي ام في 8 نوزل يديني 128 جي بي ام. التوتال عندنا نجمع الاثنين على بعض يدينا 784 جي بي ام. عشان نحسب كمية المية اللي انا محتاجها، هو السيستم عندي بيبقى عبارة عن 3% فوم و 97% مية. الشارج تايم عندنا طبقا لـ NFPA 16 هيبقى 10 دقايق. عشان نحسب كمية الفوم هنضرب الابلكيشن ريت اللي احنا طلعناه من خطوة رقم 2 اللي هي 648 جي بي ام في 3 من 100 في 10 دقايق، يطلع عندنا 194 جل. وده المينيمم الريكوايرد للسيستم ده. زي ما قلنا ممكن ان احنا ما ناخدش في حسباننا الجراوند سويت نوز. بعد كده بنقرر بقى على حسب كمية الفوم اللي طلعت، حجم ونوع الخلاط اللي احنا هنستخدمه في سيستم الفوم. ده شكل السيستم عندنا، ده بلان للسيستم موضح طريقة توزيع الرشاشات. السيستم ده عبارة عن باكيتين، دي باكية ودي باكية. عندي 4 جراوند سويب نوزل اللي هم دول عند العجلة الأمامية والعجلة الخلفية. ده سيكشن بيوضح شكل السيستم، اللي تحت دول هم الجراوند سويب نوزل. ده سيستم الدرين اللي بيحدد لي مساحة اللودنج راك، وده سيستم الرشاشات اللي راكب عندي تحت المظلة. بعد كده نتكلم عن الحماية عن طريق الفوم مونيتور. عشان نصمم نظام فوم مونيتور للودنج راك، لازم ان احنا نصممه بحيث ان هو يحمي المظلة ومنطقة الشحن. لو الشحنات طويلة اخد في حسابي المنطقة دي، منطقة المضخات والعدادات واي منطقة اخرى مرتبطة بعملية الشحن، زي نفس ما ذكرنا في سيستم السبرينكلر بالظبط. على الاقل لازم فوم مونيتور يقوموا بحماية المنطقة الواحدة، ولازم وانا بركب الفوم مونيتور اخد في حسابي اتجاه الرياح وحركة المرور بتاعت العربيات دي بتتحرك ازاي، اتأكد ان مفيش اي عوائق تمنع الديسشارج بتاع الفوم مونيتور، واتأكد ان الثرو بتاع الفوم مونيتور هيغطي لي المساحة اللي انا محتاج ان انا احميها. الابليكيشن ريت في حالة استخدام الفوم مونيتور المفروض لا يقل عن 10 من 100، وقت التفريغ لا يقل عن 15 دقيقة في حالة الهيدروكربون فول، في حالة ان احنا نستخدم فوم AFFF او الكحول ريزيستانت AFFF. طيب لو احنا عندنا عمق الوقود بقى اكتر من 2.5 سنتي، ومن ممكن ان هو يتراكم داخل منطقة الشحن، يجب ان احنا نزود الابليكيشن ريت عندنا ل 16 من 100. الجدول ده بيوضح لنا الابليكيشن ريت والديسشارج تايم لو احنا هنحمي اللودنج راك بالفوم مونيتور نوزل سيستم. على حسب الفوم تايب اللي عندنا، لو هو بروتين او كلورو بروتين، الابليكيشن ريت عندنا بيبقى 16 من 100، ووقت التفريغ 15 دقيقة لو احنا هيدرو كربون فيلتر. لو احنا هنستخدم فوم AFFF او FFB
او ايه الكحول ريزيستنت ايه تريبل اف، هيبقى عندنا الابلكيشن ريت 10%، ووقت التفريغ 15 دقيقه في حاله الهيدروكربون فيور. طيب لو احنا عندنا الفليمبل اند كومباستبل ليكويد مطلوب ان هي تبقى محميه بالكحول ريزيستنت كوب، يعني مش هيدروكربون فيور، وقت التفريغ بيبقى 15 دقيقه، ولكن الابلكيشن ريت بيرجع للمصنع الخاص بالفوق. ده شكل السيستم عندنا لو انا هركب فوم مونيتور. عندي هنا 4 في، عندي كل منطقه متاكد ان انا بحميها ب2 مونيتور. اتاكد ان انا تركيب المونيتور بتاعي السرور بتاعه في اتجاه الرياح عشان الرياح ما تاثرش على المونيتور وهو شغال. وده كده الموضوع الخاص بحمايه مظلات شحن المواد البتروليه، وهي مختلفة تماما عن محطات البنزين. ده سيستم وده سيستم ملهوش علاقة ببعض. شكرا.